علي، يا ترى وين مخبية للمرأة؟ تعرفي وين ممكن تكون؟ عم فكر أمي، ما بعرف، بدي روح على المستشفى اطمن على غسان، بتجي معي؟ ايه بروح معك بنتي. الو الو ماما، اهلين بنتي إيلين، كيفك اليوم؟ انا منيحة، غسان كيف صار؟ في اخبار جديدة؟ لهلا لساته على وضعه، انا وستك رايحين لعنده على المستشفى. انتي شو عملتي؟ رحتي على الدكتور ولا لسه؟ رحنا. ها طمنيني، شو قال لك؟ كل شي منيح، دكاترة قرروا اول الاسبوع الجاي يعملوا لي قيصرية. ولادتك قيصرية؟ امي ما في داعي تخافي، الدكاترة قالوا انه هاي الطريقة الاحسن مشان قلبي. خلص انتي اطمني، كل شي منيح، ما هيك؟ ايه امي. ان شاء الله بتقومي بالسلامة، ديري بالك على حالك، ما ضل شي لأول الأسبوع، انتي والبيبي رح تكونوا بخير ان شاء الله. ان شاء الله امي. ماشي ماما، بشوفكم بعدين. طيب يا روحي، يلا بشوفك. جميلة، إيلين رح تولد بعملية قيصرية امي. وشو إلها لزوم القيصرية؟ دكاترة هيك بدهم. هنن أدرى بهالشي. قلبي مانو مطمن امي، مانو مطمن. حبيبي يلا روح على شغلك، انا بدي روح على المستشفى لعند اختي. عن جد عم تحكي؟ انت معقولة؟ ولادتك قربت كتير وصار لازم ترتاحي وتبعدي عن القلق والتوتر. اتفقنا؟ بعدين هلا انا اخذ اجازة، رح ضل جنبك لحتى تولدي واطمن عليكم انت والبيبي، انا هيك برتاح. واحد مهستر. يمكن. لكن نطلع عجنينة. يلا. سهيل انت عن جد صاير واحد ممل كتير، هلا هيك الرجال بيصيروا مملين بعد الزواج؟ احكي شوي شبك. والله انا كمان مستغرب من حالي، مدري شو صاير لي. خلص لا بقى تخاف علي، انا منيحه. ليك شو بدي اعمل؟ إيلين؟ إيلين فيكي شي؟ شو صار لك؟ فتر راسي. تعالي نفوت. لا مو مهم، أنا منيحة. يلا سلاح من رجلك. شو قلتي؟ سلاح من رجلك. يلا.